عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مؤتمرا صحفيا في مقره في مدينة اسطنبول، حضره رئيس الائتلاف سالم المصلط ورئيس الحكومة السورية المؤقتة بالإضافة لعدد من الأعضاء. طبعا تحدث المصلط خلال هذا المؤتمر للعديد من وسائل الإعلام التي حضرت هذا المؤتمر عن ضرورة وحدة المعارضة، تحدثوا أيضا عن آلية التغيير التي حدثت في هذه المؤسسة في الآونة الأخيرة، عن تغيير النظام الداخلي أيضا، كما تحدثوا عن ضرورة البدء بإصلاحات في كافة المؤسسات الثورية، وأكد المصلط أنه لن يكون هناك أحد بمنأى عن التغيير في معظم المؤسسات إذا اضطر أو إذا اقتضت المصلحة العامة لهذا التغيير، حتى وإن كان التغيير قد يطال رئيس الائتلاف ذات نفسه. طبعا تحدث المصلط عن النظام الداخلي وآلية تغييره التي استغرقت 3 أشهر ونصف، وكانت عن طريق لجنة مكونة من 8 أشخاص ناقشوا خلال هذه الأشهر تفاصيل وبنود النظام الداخلي، ثم أقره الائتلاف وسينشر بحسب المصلط على معرفاتهم الرسمية في الأيام القليلة القادمة. طبعا أكد الجميع هنا على أهمية العمل ككتلة واحدة كيد واحدة، أكدوا على توحيد المعارضة بكافة مكوناتها بعيدا عن التكتلات والتحزبات لطرف معين وجهة معينة. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول.